نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تعلم علم الردود على أهل الأهواء والبدع يعتبر من طلب العلم؟ اللي يطلب العلم ما بعد وصل إلى الردود، يطلب العلم والأصول والقواعد أولا، فإذا تمكن وصار عالما يقرأ الردود. أما أنه ينشغل بالردود ولا يصير له هم بالردود وقال فلان ورد عليه فلان، فهذا يشوش عليه فكره ويورث عداوة وبغضاء لأنه جاهل ما يدري. نعم.